أحبتي في الله، سلام الله عليكم. تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية يا رب العالمين. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، كنتمنى أنكم تفاعلوا معه إيجابيا. خليوا اللايكات ديالكم والتعاليق وبارتاجيوه مع الأهل ديالكم وأصدقائكم، وجزاكم الله كل خير. عصابة الصحفيين المختصة في النصب والابتزاز على طريقة مسلسل عادل إمام الشهير بالعراف، كانت تقوم بأدوار مختلفة من أجل الإيقاع بضحاياها، ولإتقان الدور كان لابد من انتحال الصفة. بلا شك أخوتي راكم عارفين على يشمن الشبكة كنهضرو، هنا كنهضرو على شبكة الصحفيين اللي تم إلقاء عليهم القبض مؤخرا وهم متلبسين بأخذ مبالغ مالية مهمة جدا من الضحايا ديالهم. وباش يستطيعوا هاد الصحفيين إقناع الضحايا ديالهم باش يعطيوهم مبالغ مالية مهمة، فكان ولا بد من أنهم ينتحلوا صفة ديال الناس اللي هما عندهم شأن وعندهم أهمية كبيرة في هاد البلاد. فما يمكن لكش أنك تمشي عند الضحية ديالك وتطلب ليه واحد المبلغ ديال 10 مليون أو 20 أو 30، ومنين غيسولك بصفتك شنو غادي تقول ليه؟ مثلا انا معلم، ولا مثلا انا عندي شركه انا المدير ديالها، ولا مثلا انا محامي. فهنا ما غاديش تزرع الرعب والخوف في القلب ديال الضحيه ديالك. ماشي بحال الا قلتي ليه انا مثلا شرطي، ولا قلتي ليه انا قاضي، ولا الا قلتي ليه انا صحفي عندي جريده مشهوره اللي الصيت ديالها مسموع في البلاد. فهنا الا انتحلتي هاد الصفه هذه فاكيد ان الضحيه ديالك غادا ترضخ للاوامر ديالك. ومن بين الضحايا ديالهم كانوا اصحاب المطاعم والحانات بعين الدياب، عانوا من الممارسات القذره لاصحاب موقع لونكيت. تاره كان يقدم نفسه بكونه ضابط في ديستي، ومرة كان ينتحل صفة ضابط في لاجيت. وحنا عارفين أخوتي أن بحال أصحاب هذه المطاعم والحالات الليلية فهم يعني كتكون عندهم واحد الممارسات اللي هي مشبوهة، وكيخافوا بزاف من الناس ديال الشرطة والناس ديال الأمن، خاصة الناس اللي هم عندهم جراد كبير في هذه المهنة هذه. فأي مبلغ تطلب منهم فأكيد غادي يحطوه بلا مجادلة. أكثر الأشخاص الذين تضرروا من ممارسات صاحب موقع لونكيت اللي هو خوتي كتعرفوه بحاتم حجي، هو أحد رجال الأعمال اللبناني والذي يملك عددا من المطاعم بعدد من المدن المغربية، إلى جانب الملهى الليلي الشهير بعين الدياب مانهاتن. إذن هذا الشخص هذا اللبناني الأصل واللي هو أحد رجال الأعمال المعروفين والمشهورين والمعروف بالثراء دياله، فكان هو أكثر الأشخاص تضررا من هذا صاحب موقع لونكيت. استهداف مالك ملهى مانهاتن كان بسبب قصة مضحكة، كون أن مدير موقع لونكيت كان دائما التردد على الملهى الليلي ديال هذا الشخص هذا. لكن في سنة 2019 حدث شنآن بينه وبين مسير الملهى الليلي بسبب الامتناع عن أداء فاتورة بلغت قيمتها 5000 درهم، بعد أن احتسى رفقة عدد من أصدقائه مجموعة من المشروبات الكحولية والمأكولات. فإحنا كنعرفوا أخوتي أن هذا صاحب موقع لونكيت فكان دائما يعني كيبتز هاد صحاب الملاهي الليلية، كان كيمشي كياكل ويشرب عندهم فابور بلا ما يخلص حتى ريال. وكان كيبتز كذلك واحد السيده اللي كانت كتمتلك واحد السبا، وكان كيمشي عندها كيعمل المساج، كيمشي كيتبرع مع راساته بلا ما يخلص حتى ريال، لانه كان كينتحل الصفه ديال انه رجل امن اللي هو كبير وبزاف. إذن هاد صاحب موقع لونكيت فكان دائما كيتردد على هاد الملهى الليلي ديال مانهاتن، وكيمشي وكيشرب فيه وياكل فيه حتى تجمعات عليه واحد الفاتورة ديال 5000 درهم وما بغاش يخلصها، وهنا الدابز مع المسير ديال هاد الملهى أي الليلي. وفي اليوم الموالي حاول الدخول مجددا إلى نفس الملهى الليلي، لكن سيتم منعه من قبل الحراس اللي هما تيكونوا قبلة الباب. وبعد هذه الواقعة قام بشن هجوم على مالك الملهى
متهما إياه بتبييض الأموال، كما استرسل في نسج حكايات غريبة عنه بكونه يتلقى أموالا من جهات مجهولة وأنه يستنزف مدخرات العملة الصعبة بالمغرب. إذن هذا صاحب موقع لونكيت اللي هو حجي، فمنين تجمعت عليه هذيك الفاتورة ديال 5000 درهم والدابز مع المسير ديال الملهى الليلي، فالغد ليه جاء عاوتاني رجع باش يدخل الملهى باش عاوتاني يتبرع مع راساتو وياكل ويشرب فابور بلا ما يخلص حتى ريال. وهنا كيتفاجئ أن هادوك الحراس اللي سيكونوا واقفين قدام الباب ديال الملهى الليلي منعوه أنه يدخل. وهنا هاد النصاب هذا بقى فيه الحال وبدا كيهاجم داك السيد اللبناني اللي هو مالك الملهى الليلي في الجريده الالكترونيه ديالو، وبدا كيكتب عليه حكايات غريبه مطوله، حكايات لا اساس لها من الصحه. مره كيقول الكلام اللي هو بصح، مره كيكذب، المهم كل مره واش كيكتب يعني كيهاجم صاحب هاد الملهى الليلي يعني باش يرد ليه الضربه باش ينتقم منه. حاجي كان كيرعب عدد من ملاك المطاعم والحانات بعين الدياب، واشتكوا منه في عدة مرات، وكانوا كيوصفوه بالطغيان، كان طاغية، كان كيطغى عليهم. وتجمعوا كاملين وكتبوا واحد الرسالة ووقعوها وبعتوا بنسخة منها لعدد من المصالح الأمنية واللي كانوا كيتشكاو منها من هاد حاجي هذا ومن الطغيان ديالو ومن يعني الابتزاز والنصب ديالو. كان طاغية هاد السيد هذا، يعني كيبغي يدخل الحانات الليلية والملاهي الليلية ويقصر مع راساتو ويزهى مع راساتو مع صحابو مع الدريات، ولكن بلا ما يخلص حتى ريال. وإلا مشى حتى شي واحد منعه أنه يدخل للمطعم ديالو فكان كيهاجمه في هذاك الموقع الإلكتروني اللي كان كيمتلكه. حجي ضل كيتردد على الملهى الليلي ديال هذاك الشخص اللبناني من 2017 وكيتمتع بالمأكل والمشرب بلا ما يخلص حتى ريال. كان كيمتنع عن تأدية الفاتورة، ولم يكن مسير الملهى الليلي يتعرض الطريق ديال هاد حجي هذا، وما كيمنعوش لأنه كان كيظن أنه فعلا مسؤول في المخابرات، كان كيخاف من المنصب دياله. من 2017 أخوتي حتى الأواخر 2020 وهو هاد السيد هذا كينصب على عباد الله وعلى أصحاب الملاهي الليلية، وهاد الناس هادو كانوا كيشكيو به ولكن دون جدوى. وحتى الناس اللي كان كيكسب عليهم في هذاك الموقع الإلكتروني ديالو فكانوا كيخافوا منه ظنا منهم أن هذاك الموقع ديالو راه معروف وكيتفرجوا فيه المغاربة وأنهم غادي تفضحوا مساكن وغادي تشوهوا فيه، وهم ما عارفينش أنه مجرد موقع ما كيتفرج فيه حد، ما معروفش أصلا، ما مشهورش عند المغاربة، تا واحد ما كيشوف هذاك الموقع نهائيا، وأنه فقط تعرف من بعد ما تفضحت يعني القصة ديالو. عاد الناس ولاو كيسمعوا بموقع لونكيت، اما شحال هادي اخوتي ما فما كان حتى واحد كيسمع بهذا الموقع هذا. وكذلك عرفنا هذا الموقع من بعد ما كان هاد حجي هذا كان كيتهجم على اليوتيوبرز تحفه، فرغبه منا اننا والفضول ديالنا باش نعرف واش كان اللي كيكتب هاد السيد هذا، فكنا كنمشيو كنقلبوا على هذا الموقع هذا وكنتصفحوه وكنشوفوا اشنو اللي كيكتب على اليوتيوبرز تحفة حسبي الله ونعم الوكيل. يعني كان كيهاجموا بزاف، واحد الهجوم اللي هو شرس. اما بالنسبة للمغاربة اخوتي فكنأكد لكم انه واحد الموقع اللي ما معروفش نهائيا، غير الناس مساكن ما كانوش عارفين وكانوا كيخافوا انهم يتكتب عليهم في هذا الموقع اللي هو ما عندوش حتى شي مصداقية نهائيا. اذا اخوتي كما كيقول المثل ان لكل طاغية واحد الوقيته ديالو، فرغم انه طغى 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 حتى عيا وتجبر حتى عيا وظلم في الناس ونصب عليهم وكذب عليهم وكتب عليهم بزاف ديال الحكايات الغريبه وفي الموقع ديالو، فاكيد ان لكل ظالم وقته.
والوقت ديالو قد حان هو وبقية الشبكة اللي كينتميو معاه لهاد العصابة الإلكترونية، فجوقتهم أنهم ينالوا العقاب ديالهم وأنهم يخلصوا على هذاك الظلم ديالهم وهذاك الطغيان ديالهم. ومن هذا المنبر كنتمنوا أنهم يتحاسبوا على كل صغيرة وعلى كبيرة كانوا كيديروها في الناس وكيتعدوا على عباد الله، فحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وكنتمنوا أن تكون هذه عبرة لأي شخص كتسول له نفسه أنه يبدأ يبتز عباد الله وينتاح الصفة كذلك باش يبدأ يسرق في عباد الله أموالهم بلا موجب شرع. إذن أخوتي كان هذا هو فيديو اليوم، شكرا لكم. أحبتي في الله شكرا على تتبعكم وحضوركم الكريم، نتلقوا إن شاء الله في موضوع جديد وفي فيديو جديد. خليتكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.